أم محمد من السعودية. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام. كيف حالك يا شيخ؟ شو أخبارك؟ يا مرحبا بأهل المملكة. أنا مبارح من كثر الصيام وهم أثر علي قلت مرحبا بكم ببرنامج رحيق الإيمان الذي يأتيكم الخامسة بتوقيت دولة الإمارات العربية السعودية. كنت صايم. طيب كويس، عشان ما ندري أصلا نحن قديش نحبك يا شيخ صراحة. يعني أنا فرحان اليوم إن أنا كلمتك من جد. يعني أنا كنت مستنية اليوم ده مرة من زمان صراحة. مرحبا. يعني أنت من جدة؟ لا، أنا من مكة. أوه نعم، مرحبا بأهل مكة. زحمة عندكم اليوم الحين؟ زحمة على الشارع. أيوة تقريبا جدا صراحة. وسؤالي إن شاء الله يعني يكون من يعني هو على رمضان عموما. أنا سؤالي طبعا، أنا لما كنت صغيرة أول ما بلغت طبعا مرة 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 تعبت في موضوع الصيام. وطبعا كان عندي فقر دم ومش عارفة إيه، وما كنت أقدر أصوم. لكن إن أنا ماني فاكرة ايش الايام وقد ايش الايام اصلا انا فطرتها، لانه اصلا ضميري مأنبني ان انا دحين لما كبرت عقلت فهمت انه لازم. انت عاقله من زمان، كملي. بس يعني فبعرف ايش. خلنا نحسب يعني متى انت صمتي يعني يعني خلاص تبتي وصمتي صح باي سن؟ يعني والله 17 16 تقريبا. ايوه خلاص لما العقل يعني مش ممكن 16 15 كذا. قولي 15 يلا، وحسن الظن ياتي بالحلول. زين، ومتى انت بلغتي؟ انا بلغت تقريبا 11 سنه، يعني 4 سنوات صح؟ أيوة. حيضك كم يوم يجلس معك؟ انا اسف على والله هذا السؤال. والله مو هي المشكله، انه انا كان عندي نزيف اقصى 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 20 يوم. هذا 15 20. لا انت لازم ترجعين طبيب هنا، ما ترجعين وسيم يوسف. مو انا رجعته، بس انه انا اقصد لا يعني ال متوسط حيضك كم يوم؟ 7 متوسط 5 أيوة 7 7 ايام. اذا عندك 4 بسبعه ايام 32 يوم. ايوه قولي 30 يوم 32 يوم وزعيهن. ايوه طيله السنه. طيب مع اطعام كل يوم مسكين من باب الاحوط. اها ايوه اطعم مسكين. طب انا هي المشكله الأحوال الجديده انه انا دحين لي فتره لي سنتين انا تعبانه نفسيا عموما، وباخذ دواء. فبتيجي علي ايام انه انا ما بقدر اصوم. لا ليه ما تقدر تصومي؟ ليه ما تقدر تصومي؟ عشان لازم اخذ الدواء في اوقات محدده. يعني اذا هذا مو يقرر. يشوف يا وش اسمك؟ أم محمد. أم محمد، هذا يا أم محمد يا أختي العزيزة مو وسيم يقرره. أنا يمكن أقول لك لا، اسمعي أشرح لك. أيوه. يقول لك لا لازم تصومي. أيوه. بعدين تقطعين عن دواء يأتيك صرع ثلاثي رباعي 3D بسبب وسيم. أيوه شوفني أنا أمس يعني إيش هو، أنا صراحة اتصلت بعرف الحكم إنه يعني أنا عارف مثلا إنه المريض زي كده، بس قلت يعني واحد يسأل يتأكد. الطبيب يعني قول للطبيب أنا أقدر أجل دواي لبعد الإفطار والسحور. اذا قال لك إيه؟ انا عارفه انه انا ما اقدر. ايه لا الطبيب مو انت ولا انا، انت ما انت طبيب. أيوة. ولا انا، احنا من احنا لو كنا اطباء كان نص الارض ماتت. المهم ايوه يعني انا امس صار لي موقف والله، انا عشان كذا اتصلت اليوم قلت خليني اتصل احسن. إيه؟ يعني انه انا في الليل تعبت واخذت دوايا، لا فجيت الصباح انا تعبانه خلاص ماني قادره. هذا مو انا ولا انت، هذا تصير للطبيب. تقول انا هل له اثار جانبيه لو اخرت الفطور والسحور؟ اذا قال لا بتصومي غصب عنك. ايوه اذا قال لا لازم تاخذين 12 الظهر واللي يترتب عليه اضرار كذا 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 كذا، مصيبه تؤثر على كذا، يقول لك لا بعينك الله. أيوة علمتي. أيوة. تقضين عقب ما تشفين. فهذا مو انا اللي قرره، منو اللي قرره يا ام محمد؟ الطبيب. هي فبتروحين للطبيب ما تروحين لوسيم يوسف. طيب في سؤال معلش كمان ثالث، هو اذا انا مريضه نفسيه وما يعني والحمل والخلفه بتتعبني نفسيا، ايش الحكم في الشرع يعني؟ ولا برضو اروح للطبيب اساله؟ ايه تروحين للطبيب يعطيك مهدئ مو لوسيم يوسف، احنا ما يخصنا في الطب. أيوة انت فاهمين. أيوة. رجال الدين غلط. احنا أيوة انا تدري وش اقول لك؟ الحكم انا لو اقول لك لا واصبري واحتسبي والعيال زينين وتكاثروا، لا لا انا ما اقول لك هالكلام، تدري ليه؟ أيوة لان ما ادري. أيوة. عواقب هذا الامر، ما ادري. أيوة حد مرضك هذا. فانت يعني بتراجع الطبيب. احنا لسنا اطباء ولسنا علوم فلك ولسنا طيارين ولسنا غواصين، حنا ناس نسأل إما ننصح وإما نقول لك حلال وحرام بأمر الله. أيوة بنصوص هذا. أيوة ذلك ما نقدر. لا تدخلونا في غرفة العمليات الله يطول بعمرك. لا والله بس إن الواحد يسأل عن الحكم يعني يعني أنا قدام ربنا إيش وضعي؟ اسأل يعني الطبيب. هنا أنت بتحطي. أيوة. نفسك قدام ربنا، استفتي نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال. أيوة. استفتي نفسك. خلاص يوم الطبيب يقول لك أنت تعرفين، ما تحتاجين وسيم. حنا علتنا ما نفقد الثقة بأنفسنا.
والله اتصلت منها اسمع صوتك اذا وخلاص الحمد لله وشكرا لك. الله يجزيك الخير. الله يسعدك يا ام احمد. يا رب من جد بدعواتك لانه من جد زوجي بيقولي لو ما خلفتي بدي اتزوج عليك وانا تقولي تعبانه. ان شاء الله تخلفي وما يتزوج عليك او يتزوج حتى لو تزوج الله يزوجه بعد شو ليش زعلانه؟ اتمني له الخير. الله يديك العافيه. اخر حلقه تشوفها. شكرا لك يا بها.